الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك اللهم ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نبي الإنسانية القدوة ورسول البشرية الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، في ليلة البارحة وأنا أستعد بعد منتصف الليل للقائي بحضراتكم فيما بيني وبين الله وحده لا شريك له، سيطر على خاطري أن أحدثكم حديثا معينا عن الشهر الذي نحن فيه الآن، الشهر الهجري. انقضى أول شهر في العام وهو شهر الله المحرم، وننتظر شهر مولد سيد الأكوان من خلق الله، مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الشهرين نعيش شهر صفر، وهذا الشهر له ضرورة معينة في حديث الدعاة إلى المسلمين، هي غائبة عن كثير منا نحن الدعاة، لكن الله عز وجل وجهني إليها ليلة البارحة وجهة قوية. بيد أن مطلب القرآن الكريم الذي استمعنا إليه، وأنا جئت بعد منتصف زمن القراءة، أشد إلحاحا من مطلب شهر الله صفر. ومن ثم كان يجب علي أن أقدم مطلب القرآن على مطلب الشهر لسيادة القرآن على الزمان كله، ولنا مع الشهر لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. قرأ علينا فضيلة الشيخ محمود آيات بينات من سورة القصص كما حدثنا أخونا الشيخ موسى. أريد أن ألتقط مع حضراتكم لقطة أو لقطتين مما تلا القارئ الكريم، ليس فقط وإنما مما
ينتسب إلى ما قرأ من آيات في سورة القصص. سورة القصص تتكون من مطلع، مقدمة، موجز للغاية من السورة والمقصد الأعلى منها، من أول قوله تعالى طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين، إلى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. موجز السورة. ثم من قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، تبدأ السورة في مضمار التفصيل والتبيين والشرح والإيضاح، ثم تصل السورة إلى أن تقف عند قول الله تبارك وتعالى عن قارون كشخص، لكن ليس فقط، وهذا هو الموضوع، وإنما كرمز. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، والأسلوب في هذه الآية أسلوب منتهى الإزراء والسخرية والقهر والإذلال لقارون، ولمن قارون رمز لهم وهم كثر. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. قارون كان بيشور بعينه، لا يتكلم ولا يشير بيده، فقط عينه يترجمها من حوله من حاشية مهيبة، أوامر وتوجيهات تنفذ قبل أن تنتهي الإيماء بعينه. حين يقول لنا ربنا إنه وهو في تلك الأبهة الطاغية، ما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان هو بذاته ذا إمكانيات تحقق النصر وما كان من المنتصرين، ثم في النهاية يباغتنا الله عز وجل بالدرس، بالعظة، بالعبرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها المسلم، كان النبي أميا لا يقرأ ولا يكتب. أيام نزل عليه جبريل بوحي السماء هذا، وهذه السورة لو تأملناها، ولذلك قلت لحضراتكم إننا سنتعرض لشيء مما تلي، وسنتعرض حتما وبالضرورة لأشياء لم تتلى لكنها رفيقة في السياق والمعنى لما تلي. في أول السورة اسمع طاسيم، الترجمة بتاعت الثلاث حروف دول انتباه، كل ينتبه. إذا نادى مناد في القوات المسلحة حرس سلاح أو انتباه، لو في الجندي أو الضابط نار شايلة يقف انتباهه ويبقى سلاحه جاهز.
دي على رأي أصحاب التحرير من العلماء حروف مقطعة تذكر في أول بعض السور بقصد جذب الانتباه وتهيئة العقول والمشاعر والقلوب لاستقبال ما يلي من كلام. ثم ماذا؟ تلك آيات الكتاب المبين. الطاء والسين والميم الحروف دي منها آيات القرآن الكريم. هل خرج حرف من القرآن الكريم عن الهجائية العربية من الألف إلى الباء إلى التاء حتى الواو والياء؟ إطلاق، كلها منها. تلك آيات الكتاب المبين، يعني أنتم عاجزون عن الإتيان بسطر من هذا القرآن مع أنه لا يخرج عن حروفكم العربية، فما سر عجزكم؟ سر عجزكم أنه كلام الله، وكما أن الله ليس كمثله شيء فكلام الله ليس كمثله كلام. ثم ماذا؟ شوفوا بقى الكلام. هناك في يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص، هنا يقول مفيش نحن، وإنما نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نتلو، نتلو، لأن مسيرة السورة الكريمة مع سيدنا موسى والناس أخذت عدة منعطفات، فلم تقف عند مشهد واحد قصصي. أما سورة يوسف فمن أولها إلى آخرها قصة متكاملة، فيها بعض اللفتات إلى المقاصد والدروس والعبر، لكنها لفتات ضرورية لا تخرج الموضوع عن أنه قصة بكامل حيثيات وخطوط القصة. نتلو عليك، التالي جبريل، وإنما أسند التلاوة إلى جلاله سبحانه ليبين أن جبريل لا يأتي بشيء من عنده، كأنه يريد أن يقول له ولنا معه تقع علينا مسؤولية ما يتلى من الألف إلى الياء، وهذا يوحي بقداسة ما سيتلى وربانيته وأنه كلام من حكيم حميد. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، إذن هناك أنباء عن موسى وفرعون لم ترد هنا في هذه السورة. من نبأ موسى وفرعون بالحق، كونوا يتلو هو حق أكيد، أما حين يقول بالحق فإن ذلك يؤكد مدى حقية هذا القرآن الكريم لقوم يؤمنون. يعني مهما قلنا لك يا محمد، ما دام القلب الذي يتلقى الكلام منك أنت زائغا شاردا منفلتا فلن يستفيد مما يتلى عليه. لقوم يؤمنون، مقدمة السورة. الموجز، إن فرعون بص بقى على في الأرض، الركيزة الأولى لخيبة الأمل الفرعوني، وجعل أهلها شيعا. إزاي شيع؟ يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ثلاثة هم: العلو والطغيان، التفرقة العنصرية بين الرعية، الإفساد. والفساد يا سادة أشد ما يدمر الأمم،
الفساد. هنا طغيان من حاكم ظالم كافر، وهنا تفرقة عنصرية، وهنا إفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين. هذا شأن فرعون. خلي بالك فرعون بيتنطط بس على الجماعة البني أدمين اللي معاه، إنما تعالى بقى القوة الكبرى اللي هتواجه فرعون، ونريد يتحدث عن جلاله سبحانه، أن نمن فضلا منا وإحسانا على الذين استضعفوا في الأرض. جماعة للعنصرية ضدهم عاوزين نمن عليهم، ونجعلهم أئمة قادة، ونجعلهم الوارثين. تمكنوا من مصر، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، إلغاء العنصرية، ونجعلهم أئمة، رد على الطغيان، إن فرعون علا، ونجعلهم الوارثين. أنت مالك الأرض يا موسى، يا فرعون في بلدك، دول هيبقوا الوارثين. ونمكن لهم في الأرض، الملك ده هيبقى منحة ومنة إلهية، متجذر في الأرض لا تزعزعه الرياح ولا تميل به الأهواء. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض فقط، لا، ونري فرعون الطاغية وهامان المتكبر المتغطرس وجنودهما. تفهم ان دي حاشية فرعون وجنوده وأدواته، وتفهم كل اللي زيهم الى يوم القيامة كأنهم معسكر منهم، اي من الذين استضعفوا في الارض، ما كانوا يحذرون. اللي خايف منه فرعون وملأه. يبقى الاشكال كله ان فرعون طاغية ذو سلوكيات عنصرية مفسد، يجي في الآخر خالص بعد الصورة ما تخب وتضع وتشيل وتحط وتجيب ده وتقلب ده وتجمع ده وتطرح ده وتعطف ده وتجر ده، يقول بعد كل الأحداث والصور، تلك الدار الآخرة. تلك دي اسمه إشارة، بيشور الله، يبقى فيه مشار إليه. هو احنا شفنا الدار الآخرة؟ بيقول تلك الدار الآخرة، أشوف قدامي دار آخرة؟ أنت عليك لما تسمع القرآن خيالك يرسم صورة تتأملها. دار الآخرة، القصور المنيفة والحدائق والجنات والغيد الحسان والحور العين، والطلب اللي قبل ما تطلبه مجرد ما يأتي على خاطرك تجده ملبا لك، السيادة والعظمة لا يمكن تتوقع ما ستجده في الآخرة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي قيل عن فرعون فيه إن فرعون علا لحد إنه كان من المفسدين، مارسه قارون نفسه. إن قارون كان من قوم موسى، كان من قوم موسى يعني من بني إسرائيل. إيه اللي حصل؟ الطغيان، فبغى عليهم. الطغيان برضو خراب البيوت، الطغيان ده مدمر الدول، الطغيان ده وشأنه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح بتاع الخزائن، لا تنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء يعني تتعب وترهق، بالعصبة يعني حين توضع في عصبة تحطها في ميدليا ولا حاجة. أولي القوة، أصحاب القوة، يعني الرجال الأشداء الأصلاب
إذا طلب إلى واحد منهم أن يأتي بمفاتيح فرعون قارون، ذهب واحتاج إلى أحد يرفعها على كتفه، المفاتيح بتاع الخزائن. فماذا في الخزائن؟ لتأبلغ تعبير عن اكتناز مال مكتظ. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح يعني لا تطغى، لا تفرح. فرحا ينسيك نفسك وينسيك ربك. انت عبد ضعيف يعني ما تسواش حاجة، وينسيك ربك القادر المقتدر. يا أخ أخذ عزيز مقتدر، تطلع مين انت يعني؟ إن الله لا يحب الفرحين. الفرحين مش اللي عنده بنت بيجوزها سعيد أو ولد بيجوزه ففرحان، لا، ده خير من عند ربنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ده فرح متاح. الفرح اللي ما يطغيكش وينسيك ربنا. ولذلك خلي بالك، أنا عندي شواهد عديدة في حياتي، في أسرتي وغير أسرتي، أي فرح يتم التجاوز فيه عن حدود اللياقة الدينية افرح وطبل وارقص وزمر، ده كل ده متاح ومباح في الفرح، في غير طغيان. قول يا رب، يا رب ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا رب عديها على خير، يا رب، يا رب رجلنا ما تزحلقش. اعمل اضرع الى الله بشوية تعبيرات فيها انكسار وذل لله رب العالمين، يتم الله عليك النعمة. انما ليطغى وينقلب الى يعني عنفوان وينقلب الى افعوان، هذا ليس من اخلاق الاسلام. المسلم اذا فرح سعد وخاف ان يطغى، واذا ابتأس صبر وخاف أن يزيغ. المسلم كده، أن يزيغ يعني رجله تزحلق من شدة وقع المصيبة، لا، أثبت كالجبل. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ربنا اداك كتير، بص قدامك على اليومين اللي انت هتروحهم واعمل حاجة للدار الآخرة. يا سيدي ما بنقولكش ما تاكلش وما تشربش وما تلبسش وما تركبش وما تسكنش وما وما، اعمل كل ده، لا تنسى نصيبك من الدنيا، بس وازن بين الدنيا والآخرة. دول يومين، لو عشت في نعيم اليومين دول هتعيش كم سنة يعني؟ 100، عيش يا عم 150. إنما ديكها خلود فلا موت، ده خسران نفسه وخسران دينه اللي يضيع الآخرة في سبيل متعة الدنيا والسعادة في الدنيا. اعمل ما شئت في الدنيا في إطار ما شرع الله وبدون طغيان ولا بطر. شو بيقول إيه سيدنا علي؟ واعلم أن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر. ما تغترش وما تطغاش، وإن كان عليك فاصبر، فكلاهما اليوم اللي لك واليوم اللي عليك سينحسر، يعني سينتهي، هيزول. أنت لك تجارة، عملك تجاري، عملك زراعي، عملك صناعي، تكسب انكسر، وشوف خلق الله اللي مش لاقيين، وخلي الحياة جميلة في عيون الناس. مش بقولك بكل مالك، على الأقل يعني طلع أنفق في حدود ثلث ما يمن الله به عليك، خلي ربنا شريك معاك يا أخي. وانت بتعمل حاجة، انت فاكر بتعمل حاجة؟ الله
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ مين اللي بيزرع؟ الله. انت بتحط شوية بذور في الأرض، انت بتحط شوية بذور في الأرض، هو يزرعهم له ما يشاء، يحمصه في الأرض له ما يشاء. لا انت تملك الأرض ولا تملك البذور ولا تملك المناخ ولا تملك المناخ، انت لا تملك نفسك، فكيف تملك غيرك؟ الناس العقلاء عقليات إيمانية هم اللي بيعرفوا الكلام ده. وبعدين انت بتكسب وبتكسب كتير كويس، ده حاجة طيبة جدا ومطلوبة شرعا، لكن مين قال لك ان الناتج رزقك انت؟ مين قال لك؟ هو المرتب اللي انت بتقبضه يا ايها الموظف التعبان زي حالاتي يعني، هو ده رزقك؟ ده انت ممكن تروح البيت شايله وعيل ابن عفاريت زر يسرقه منك، يبقى رزقك؟ رزقك ده مش رزقك. ممكن توصل البيت والمرتب بين جلدك ولحمك، ما انت مش هتاكل الا من دول، وبعدين تاكل وتنبسط وتريح شوية عبل ما يجي المغرب، ابو فلان كل عام وانتم بخير ده ما بقاش معاكم، مات، ها؟ يبقى رزقك؟ الرزق ما انتفع به لا ما قد ملك. في إزازة مية قدامك على السفرة، دي مش رزقك أو رزقك الله أعلم، إن شربتها بقت رزقك، شربت منها نصها ومت بقت مش رزقك، شربت نصها وجي واحد من بره عطشان جدا خدها كملها يبقى مش رزقك. فأنت بتكسب كتير، ده مش رزقك لوحدك، ده رزقك وفيه رزق تاني لغيرك ربنا بعته على عنوانك انت عشان يختبرك، هتدي ولا هتمسك؟ انت حر، ربنا قال لك في القرآن والرسول قال لك في السنة تعمل ايه؟ اعمل ما تعملش بكيفك، العمل ده حرية. طيب انت في التجارة خسرت، في الزراعة ما جبتش انتاج، ما جبتش تكلفة، في الصناعة لو حصلت قفلة في مصنعك بسيطة كهربائية كده ممكن تخسرك بالملايين، طيب تموت نفسك؟ تقول لربنا ايه ده؟ ده انا بعمل وانا بسوي، طب وليه كده؟ الله، هو انت هتعمل محكمة عسكرية ربنا ولا ايه؟ الله، ما هو ربنا بيبتليك، له حق الابتلاء. مين عاوز يصادر على ربنا هنا؟ مين في الارض كلها يقدر يقول لله اي ولا؟ ليس لاحد كلمة عند الله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، احنا فقط نعطى فنشكر، نمنع فنصبر ونحتسب. واعلم تماما انك لو علاقتك بالله كما يجب الخسارة اللي بتحصل لك مكسب. ازاي الكلام ده؟ هل تدري يا عم يمكن انت خسرت في عملك عدة ملايين؟ ما هو مش بتكلمش على الناس الغلابة اللي بشوية القمح بيهيفوا، ده راجل بيقول أمرنا إلى الله، دول مساكين. المصيبة في بتوع الملايين يا ولده، الضربة بتجيلهم على قد الملايين. والاختبار هو احنا بنعمل امتحان للعيل في الابتدائي على مستوى الامتحان في نفس المادة للطالب اللي في جامعة، يبقى اللي وضع الامتحان ساقط، الامتحان فاشل، الدكتور او الاستاذ اللي وضعه ياخد ساقط، يعني طريقه اعداد الامتحان صفر، يتاذي فيها المسؤول. الابتلاء بالنعمه وبالنقمه بيكون على مستوى المبتلى. الله، هو في ابتلاء بالنعمه وفي ابتلاء بالنقمه، يعني في ربنا يعيلك ابنك زي ما انا جيت عيطت لكم على المنبر قلت لكم اقروا الفاتحه لابني،
ربنا يعيلك ابنك حاجة على قدك كده، وبعدين انت بقى مؤمن يا رب انا ماليش الا انت واللي تعمله على رقبتي ماشي، انا حودي للدكتور ادي واحد، وانا حتصدق عليه ده ومرضاكم بالصدقة ادي اتنين، وانا حطلب الشفاء منك. انت مكلفني انت ونبيك بثلاث حاجات امام المرض، اروح للدكتور واجيب الدواء واخده، اتنين اتصدق على المريض بنية شفائه، ثلاثة أدعي له وأضرع إليك وانكسر. طيب عملت دول، الذي يريده الله سيقع. ممكن شوية برد سخن شوية العملية تقلب بحمى شوكية تاخده وتتوكل على الله. هو أنت ليك حاجة عنده؟ انت جبت ابنك ولا بنتك؟ انت صنعته؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. والله الذي لا اله الا هو، انا كان لي احد اقربائي لا ينجب، كان فيه قوة 10 رجالة، يعني أنا كنت جنبه مسكين كده زي الفسيلة الصغيرة لما تبقى جنب النخلة طبق الأصل، ولم يرزق، ولابن عمتي لم يرزق أحدا أبدا. وفي عيال تلاقي الواد منهم بيقوم يقع الهوا بيطوحه، وما شاء الله مراته تجيب توأم وثلاثة وكل حاجة، دي عطاءات. المنع عطاء والمنح عطاء وانت مش عارف حاجة خسرك، ده انت ممكن يكونوا العدة ملايين اللي يضيعوا منك دول يا حضرة التاجر او الزارع او الصانع او البتاع يقولك مضروبين في 5، وربنا يرزق بشوية مرض في اي حد يصرفهم قدهم ومثلهم كمان مرة. وبعدين والعياذ بالله يضعف الإنسان ويقنط يضيع أجر الأخروي، يبقى خسر الدنيا والآخرة. ربما أعطاك فمنعك، ربنا احتمال يبقى اداك بس هو في الحقيقة منعك، وربما منعك فأعطاك. ربما ما يجيلكش اللي انت عاوزه وده منع، لكنه في الحقيقة عطاء. هم قالوها بطريقة تانية، ربما منعك فمنحك وربما منحك فمنعك، انا بشرحها يعني. قارون واللي زيه، ما هو فيه قوارين في الارض كتير، مش احنا قلنا ان فرعون وهامان برضو قارون ومش عارف مين ومين وجنودهما اللي زيهما اليوم القيامة كانوا خاطئين. القوارين كتير في كل عصر وفي كل مكان، يؤتون الاموال يكفروا بالاموال، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. وبعدها يرعي ان الى ربك الرجعة، انت بتطغى ليه؟ ده انت هتيجي بكرة مجرور بالسلاسل تبقى ضحكة للغلابة اللي كانوا يقولوا لك لله، تقول له روع مش النهارده روح اسلوب كده ابدا. ده حتى قال لو انا ما فيش في جيبي ونسيت اجيب الفلوس احطها في جيبي، وبعدين جالي اللي يقول لي لله ما معيش، او انا في البيت ما معيش فلوس، وجم السائل السؤال اللي هيسألوني أعمل إيه؟ النبي يا سلام يا سلام، شوفوا الغنى الحقيقي. الشيخ موسى جنبي فتح محل كده، أقوم أقول له أي حد أبعته لك اديله اللي يقول لك عليه، وبعدين يجي يقول لي حاجة لله، اقول له خد اللي انت عاوزه من عند الشيخ موسى على حسابي.
مش هيديك فلوس، هيديك الطلبات اللي انت عايزها. يروح بقى يقول له اديني 5 كيلو سكر وخمسة رز وخمسة مكرونة واتنين تلاتة كيلو زيت واتنين كيلو سمنة ونص كيلو جبنة. شيخ موسى يعملهم ويكتبهم ويحط ورقة عنده لما اطلع يقول لي الحاجة دي اهي. اما يجي طب خليهم معاك هبقى افوت عليك. يفهم بقى شيخ موسى ان انا دلوقتي منفض ما معيش، ما كلنا بننفض لو احنا ناس مظبوطين. فالنبي كان بيعمل كده، يروح يقول اشتري من فلان وقول له على حساب محمد. يا سلام. وبعدين كان ساعات يضيف ويقول له اني ضيفك الليله يا رسول الله. وفي ناس كانت في الاعراب، ناس انا مش عاوز اتكلم لانهم اتعاملوا مع النبي وصحابه، ناس يعني كانوا بيجوا على الباب ويندهوا كده يا محمد. طب هو لو بيقول كده الرئيس مجلس قروي حتى ما حدش هيديله بالشلوت، انما هو جاب يعلمنا اخرج الينا ان تخرج تجد خيرا. الله. يقول له انا الذي ضيفك يا رسول الله. رسول الله عارف انه ما عندوش في بيت حاجه. يقوم النبي بدون اهم حاجه انك تعيش واقعك، ما تكذبش على نفسك. من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت ممكن تعمل كده؟ يجيلك ضيف تقوم تقول لجارك ممكن تضيف ضيفي؟ يعني انا ما عنديش. رجوله وصدق مع النفس. الاخلاق دي عاوزينها تعود، بلاش اخلاق قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهناك ونمكن لهم في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنا ما بنشرح في البلاغة القرآنية وفقه اللغة في الأسلوب القرآني، بقول للطلبة كده أول الصورة دي مجموعة آيات كأنها صديقات عزيزات، والآية بتاع تلك الدار الآخرة دي مجموعة كلمات كأنها صديقات عزيزات. التقت هذه المجموعة مع هذه المجموعة على طول فراق وبعاد، فتعانق الجميع بعضهم مع بعض وقبل الجميع بعضهم بعضا. لو بتتأملوا القرآن وتربطه بين أول الصورة وآية في الحتة دي من الصورة والكلمات مع بعضها كده متجانسة ومتأخية، هتشعروا بإعجاز القرآن الكريم. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، العاقبة للمتقين، العاقبة للمستضعفين، العاقبة لأهل الله المنكسرين لله، الأذلة لله، الخاشعين لله، المخبتين لله، الخائفين من الله، الطامعين في رضوان الله، هم دول أهل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون الأكارم، في
حدود 30 عاما تقريبا، حدثني أحدهم في الهاتف وكان لواء في موقع مرموق في القوات المسلحة أكثر من 30 عاما، وقال لي أنا حفوت عليك نروح نعزي في ولد ابن أختي مات، هو ضابط شرطة في الصعيد، مات أختي ضيعت دينها، الحقني انتظرني حفوت عليك. هو من بلد تبع البجور، فات عليا قص عليا القصة، طلبوا مني في السنة اللي فاتت اللي هي قبل كان في الثانوية العامة ان انا ادخله كلية الشرطة، ففشلت ما قدرتش، وهو لواء لكن كان لواء بيصلي. راحوا ادوا قرشين لحد الله اعلم مين هو، خد القرشين وراح هز طوله، وكان طويل لحد كده وضخم الجثة، ان كانوا دفع بعضهم او دفعهم كلهم ودخلوا الشرطة. خلي بالكم انتوا شايفين قدامكم تحت رجليكم، لكن ربنا يرى ما كان وما هو كائن وما سيكون الى ابد الاباد كيف يكون وعلى اي صورة يكون. سيبها لله، ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دخل الشرطة وعدوا ال4 سنين وتخرج وتوزع على الصعيد، هيقضي مدة الغربة بتاعته وهو لسه صغير كده. في تمشيط لحقول القصب وراء المتجرين بالمخدرات ومشاكل ذلك، العيال ضربوا في بعض، الشرطة ضربت في العيال والعيال ضربت في الشرطة، الكلام ده من 30 سنة. سقط قتيلا هذا الضابط، الولد ده وحيد. انا كاد يجي لي ذهول لاني شفت ابوه في حالة ارجو الا تحدث لاحد منا ابدا. هو انا يا ابني انت هتقول ايه عند ربنا ليا؟ ابويا خدني عشان يموتني هو وامي، هي كانت ورث ربع فدان عن ابوها، باعته ودفعت ثمنه عشان يخش. اخت اللواء ده انا قعدت اتكلم ليلتها، الراجل قرا بعد العشاء يجي 3/4 ساعة، الدنيا زحمة، وانا قعدت اتكلم يجي ساعة في الموضوع من غير ما لمس على ذات ابوه عشان راجل مصاب. قول لي ده يعني ايه الحاحه يعني؟ ده دخل مخصوص عشان يتوكل على الله يموت. ما تظن انه الخير قد يكون الشر كله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انتوا عارفين حاجه؟ هو احنا طب انا اعرف ايه اللي بيتم في بيتي دلوقتي اطلاقا؟ لكن علام الغيوب يعلم كل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء اطلاقا. انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. راحت منك حاجه، انت خسرت حاجه، وقف ثابت صابر يا رب، راضي يا رب، لك ما تشاء، انا ملكك وكل ما املك ملكك ولا شيء لي. وقال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير مبين. كده اوعى تضل عن كده، لحسن اذا النعمه جننتك او البلوى حطمتك
ورجلك انزلقت في السخط او الغضب او الزعل، هتروح في حتة انت ما تقدرش عليها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. ثم ماذا؟ انت خسرت كام؟ 50-60 مليون، 70-80 مليون، 30-40 مليون، 10,000-7,000-12,000-70,000، حسبك يعني، انت حسب وضعك ايه. هم لو قولك كانوا هيبقوا المبلغ ده، لكن لما يخسرهم تخسرهم، هم مش بتوعك اطلاق، لان رزقك لازم تاخده. دول مش رزقك المبلغ ده، ده رزقك. اضرب المبلغ ده في 100 ولا في 1000، في الاخره لو انت صبرت على ده. انت زعلان لي؟ ربنا بيختار لك الصالح؟ مينفعش. دع الامور لله، فما اتاك فاحمد عليه الله، وما ضاع منك فلا تبتئس، فليس رزقك وصبرك عليه سيضاعف ثوابك عليه، وسيكون ذخرا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. أما تخسرهم قول يا رب أنا راضي بحكمك، وأمل إنك تجعلهم لذخر في آخرتي، وعندك العوض. انتهى الأمر. دول اللي عارفين إن الكون محكوم بإله، وهي دي القضية، إنك تؤمن أنك شيء في الحياة يحكمك الله على وفق علمه ومشيئته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير المسلمين يا كريم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، لا إله إلا الله، واستغفروه يغفر لكم، استغفر الله. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.